رحلتنا إلى الجنة النهاردة هتكون بدايتها الرحمة ونهايتها برضو رحمة. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. كل واحد دلوقتي بيقول لنفسه: طيب والأعمال الصالحة اللي بنعملها والذنوب اللي بنجاهد نفسنا أننا نتجنبها، كل ده مش هيدخلنا الجنة؟ طيب ليه بقى بنعمل كل الحاجات دي؟ قال عز وجل: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. طيب إزاي بقى الحديث بيقول لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة؟ هقولك، عملك هو سبب لدخولك الجنة مش تمن ليها. الأعمال اللي انت بتعملها زي الأخذ بالأسباب، ولكن دخولك الجنة هيكون برحمة رب الأسباب، واللي هيحظى بنعيم النهاردة وبرحمة ربنا هم الراحمون. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كلنا فاكرين قصة الراجل اللي كان عطشان فمشي لحد ما لقى بئر شرب منه. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه فأمسك بفيه حتى رقيا فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. لما الرجل شاف كلب بيلهث من العطش حس بيه، لأن قبلها على طول هو كمان اشتد عليه العطش، فملأ حذاءه من البئر وشرب الكلب ورحمه فشكر الله له فغفر له. ربنا رحمه زي ما رحم الكلب. الرجل ده ممكن يكون صلى وصام وعمل عبادات كتير، لكن كان سبب دخوله الجنة الرحمة، إنه رحم حيوان ضعيف. الرحمة صفة من صفات الله. قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما عملت ومهما أذنبت، لو في قلبك رحمة ربنا هيسخر لك عمل صالح علشان يتوب عليك ويرحمك بيه. بس انت ثق في رحمة ربنا ولا تقنط. ده رجل ربنا غفر له ورحمه علشان الرحمة اللي في قلبه بالحيوان. رحم الحيوان، ما بالك لما ترحم الضعيف وترحم المحتاجين والمساكين. ارحم أهلك لو حاسس إنك جيت عليهم في أي حاجة، ارحم المقربين، ارحم أي حد ضعيف لو ليه حاجة أو سؤال عندك، اكرمه وارحمه علشان ربنا يرحمك. ارحم أي حد محتاج من دول السؤال، لو عارف هو عايز إيه حاول تساعده، قدم خدمة، قدم مساعدة أو حتى كلمة طيبة. كل دي صور من الرحمة، وهتكون سبب ومفاجأة ليك يوم القيامة إن ربنا هيتغمدك برحمته. بيحكي سيدنا عمر بن الخطاب عن موقف حصل أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كان في أم تاه منها ابنها وفضلت تدور عليه فترة طويلة، وهي مرعوبة تكون مش هتشوفه تاني. وأول ما شافته أخدته في حضنها بمنتهى اللهفة وبدأت تبكي، وبكاءها خلى الصحابة يبكوا هم كمان. فسألهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أبكاكم؟ قالوا له: مشهد الأم مع ابنها. فسألهم سيدنا النبي: أترونها ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فاللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، هب لنا من لدنك رحمة.